هل صحيح أن من زنى بامرأة فولدت بنتا يجوز له أن يتزوج هذه البنت؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، رواه البخاري ومسلم. جمهور الفقهاء على أن الزنا لا يثبت به نسب الولد للزاني، بل ينسب إلى أمه بالولادة وعليه، فيجوز للزاني أن يتزوج من البنت التي نتجت من زناه، فماء الزنا لا حرمة له ولا يثبت به نسب.